السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بيكم متابعينا في كل مكان. إن شاء الله النهاردة هنساعد معاكم إيه هي مشترياتنا للتوك بتاعت العيد وتوك على قناتنا، وإزاي تعملي بكل خامة أنواع توك معينة. أول حاجة القماش الجوز زي ما انتم شايفين كده على الطرف الأيسر من الشاشة، بعد كده الفوم، في فوم عادي وفوم بليتر، في طبعا شرايط الستان اللي عملنا منها توك كتير جدا قبل كده، انزلوا تحت شوفوها في القناة. في استرس شرايط واستريس ورقة زي ما انتم شايفين كده، الاتنين بيتكون بالمكوى. وبالنسبة لاستخدامهم في التوك طبعا بنلزقهم بالشمع او نخيطهم زي ما عملنا في الفيونكة الاولى دي. طبعا دي من انواع التوك اللي عملناها قبل كده، كان اشكال كتير جدا في القناة تحت. بالنسبة لأسعار الخامات، أول حاجة شريط الستان الواحد سنتي بيبقى في حدود 2.5 جنيه 3 جنيه. بالنسبة للشريط الستان 2.5 سنتي بيبقى في حدود 7 جنيه. أما شريط الستان اللي هو 5 سنتي اللي بنعمل منه التوك الكبيرة دي والفيونكات دي بنعمله تقريبا ب10 ل12 جنيه، بتختلف من محل لمحل. الاسترس الشريط دوت بيتباع ب30 جنيه. الكلبسات اللي انتم شايفينها دي ب 12 واحده، ال 12 منهم ب7 جنيه. طبعا تقدري تعملي بيه شريط ستان، تقدري تعملي بيه القماش المتبقي زي التوك اللي انتم شايفينها دي، تقدري تعملي بالفوم. الفوم برضو اللفه فيه تقريبا 10 وحدات من دول من 15 ل 20. بس هي دي الاسعار بتاعت الخامات. تعال نبدا ننسى، وقبل ما نبدا الفيديو تعالوا نعمل لايك وشير للطريقه وكمان سبسكرايب للقناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. طبعا مشروع التوك اتكلمنا عنه قبل كده ومشروع جميل جدا، وطبعا في العيد هيبقى كمان مطلوب بالبنوتات، امهات كتير هتشتري لبنوتاتها، فطبعا تبداي من دلوقتي تشتغلي في المشروع. يلا بينا نتعلم الطرق سوا.